إذا الإنسان ما قدر أن يجيب على سؤال من أنا، فقد تصيبه اضطرابات نفسية لها انعكاسات خطيرة. مثلا في عام 1980 قتل المغني الأسطوري جون لينون بطلقات نارية على يد واحد اسمه مارك ديفيد تشابمان بنيويورك. لما سألوا القاتل عن سر فعلته قال لهم كان معي نسخة من رواية الحارس في حقل الشوفان، كتبت عليها هذا هو دفاعي عن نفسي، وكان يقصد أنه لا يعرف من هو ولا ماذا يريد في الحياة.